إن انفراد الرجل طيلة قرون من الزمن بصنع القرارات بمفرده أدى إلى حالة الحروب والصراعات البشعة الموجودة على الكرة الأرضية، أدى إلى تفاقم الفساد. المرأة أقل استعداداً للتضحية بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة. المرأة أقل استعداداً للفساد والانخراط في صفقات الفساد من الرجل. المرأة يهمها مجدداً أن تكون أسرتها التي هي قوام المجتمع بخير، ولذلك يجب أن تكون ممثلة في مواقع صنع القرار كي يكون القرار متوازناً وكي يكون القرار يعم بالخير على المجتمع.